لا افرح. شوف شوف كيف، شوف انا تعب مع اخوتك. بغيت اقول اسم. ايش كنت بتقول يا اخي؟ يعني في محل معروف مشهور عنده بقلاوه بس انها سيئه بالنسبه لل بالنسبه للناس الخبره. نعم والله هذا اللي بالرياض يفكها لك ويحط لك ايس كريم. هذا ترى مع اني ما احبه مره لانه ترى يضيع طعمه. اذا شفت شيلتها زياده، اذا شفت البوظه اذا زياده يضيع طعم البقلاوه نفسها. عرفت كيف؟ دليل عندك لسان متذوق. لا 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 صدق اللي يقول ان الذوق عنده عالي حسي. بالله انا حسي ولا سامي البارح تخبطت والله. البارح؟ متاكد مره ذوقك. ممكن انك بين هذه وهذه. متذبذب يعني؟ اقول لك شغله. لا يعني تجمع من هذه صدق والله صدق بحكم انك تنميه بشريه ومدرب وكذا. والله العظيم انه موضوع شاغل بالي. ايش اللي صار؟ احنا موجودين. اي والله والله موضوع شاغل بالي بقوه. معقوله نحن بنو البشر، فصيله البشر، تمام؟ متشابهين للدرجه دي؟ يعني انا حسي وهذا حسي صرنا نفس الشيء؟ لا والله يا اخي كذا كذا ما في الحياه لها طعم. ما صار؟ جاوبهم. طهقتهم. هل تعتقد ان فواز يعاني من تنسين في راسه؟ مو نقول صادق ربما تنسين في راسي وربما تنسين اخر. هل هذا هروب من الصغار؟ يا اخي هذا يقول لك وفق حواسهم، يعني ما تكلمنا عن الشيء الجيني اللي جايبك، ما تكلمنا عن قدراتك العقليه. بعدين صدق يا اخي يغلب عليك القلب يغلب عليك. انتم لاحظوا الشخصيات يا اخي اللي يصنفون الشخصيات ذول اللي تختبر اختبار تشوف شخصيتي. انا اعرف انك حشيتيني باسترداب ذيك اليوم. لا والله بعد الاختبار. لو لا منصور انت تعرف غلاك عندي وتعرف انك شخصيه ارجع له في كل شيء انت واثنين معك. اوكي عدم محمد موجود انت محمود. اها من الثاني؟ محمود. انت تقول يا منصور واثنين معك. منصور واحد، اثنين الثانيين محمود الثالث منهم؟ ثالث واحد. اجل اخطبوط؟ اكيد واحد. خلينا نقول الصدق. لا لا الصدق من هو الثالث؟ الصدق الصدق وليد يعني صدق. خلينا نرجع للموضوع. هل تعتقد استاذ منصور لو كان في رابع هنا راح يقول انت وثلاثه معك؟ فواز لاحظ احنا اذا اجتمعنا الثلاثه ما نحب نتكلم في اي موضوع جاد. لا انا الموضوع هذا شاغل بالي يا اخي. وشو؟ اذا شاغل بالك شاغل بالك بعد العشاء عندنا احنا المواضيع الجاده. الحين المواضيع خفيفه. احنا 77 يوم جدي خلاص. احنا جايين نتكي على بقلاوه. الى متى الى متى يا اخي؟ احنا صدق يعني اروح اختبر لي اختبار بسم الله اعرف شخصيتي انك شخصيه لا تحب. لا يغلب عليك يغلب عليك. ما اتكلم من صوت يغلب عليك. لا ترى في بدايه بصمتك قلت ترى هذه علوم انسانيه يعني فيها اخذ وايش؟ وعطاء. ايوه قبل كل شيء. بعدين هذا اختبار يقول اغلب اللي عنده كذا فمتوقع انه يكون عنده كذا. مره اختبرت اختبار والله طول جلس ساعه اخر شيء حطالي ثلاث صفحات. يعني معقوله اغلب يعني انا متاكد في وقت اختبار اختبار طلعت نتيجتي زي نتيجتي. وش ذا القرب والتقارب؟ ما في اختلاف. من كلامه عاجب عن الوضع. طيب بقلاوه ودك تبقى في فمك ما تبلعها من لذتها. والله ودك ان البقلاوه تصير لسان. ودك البقلاوه تصير بين سنونك كذا. كل ما اشتكت البقلاوة حركت لسانك على يعني يعني ايه هذا السؤال نبغاه. بقلاوة عن لسان بين السنون. بقلاوة لذيذة جدا. طيب سؤال خفيف جاوب علي جاوب علي. قلنا لك حلقتنا الحين اليوم ما هي عن المواضيع الجادة. وين مساء الاقحوان؟ وين والله صدق يرجع مساء القهوة مع الكنافة مع البقلاوة. اصب لك قهوة؟ لا أنا أبغى أعرف جاوبوني بسؤالي. أستاذ منصور آسف إني رجعت للجانب الجدي شوي أستاذ محمود لكن استطرادا من كلام فواز هل يستطيع فواز الشخص غير مناسب أن يتحول من شخصية حسية إلى سمعية ومن سمعية إلى بصري؟ أوه شفتوا كلامي أثر عليه. كلامي الحسي أثر عليه. طبقنا تطبيق عملي مد إيده أكل حبة لأنه كلامي أثر عليه. واتوقع ناس في كثير ناس كثير سمعت كلامي هذا وانهبلت الحين. قل الحمد لله. قولوا قولوا ما شاء الله. هل تتوقع ان ضحكك الزايد في بدايه اللقاء كان كله سياسه عشان تهجم على البقلاوه بدليل كلنا ناخذ من حبه حبه وانت فرمت سنتين ثلاث ورا بعض؟ انتهز الفرصه.
اجل يبوي كل احد يدخل عليكم تقولون الاجتماع كلكت والله كل واحد اخذ قلنا كلكت الاسماء ما توزعت عشان البقلاوه ايش نسوي منصور بالله جاوب سؤالي يقدر واحد يحول ايوه قدم طلب ملف اخضر وارسل على محمود يحولك محمود صدق انا طفشت من الحس شوي انا اتكلم معك بشكل جدي لو سمحت استاذ منصور ممكن يعني يدرب دورات يقدر يطور ممكن ينمي الجانب السمعي عند جانب الحس منصور اسالك ممكن تتنمى انت ايش نمطك وش رايك انت يا محمود حبيبي محمود حبيبي محمود محمود حبيبي محمود حبيبي محمود محمود حبيبي محمود حبيبي محمود بس انا مستحيل انت ما انت مثل شخصيتي ما انت مثل نمطي منصور سمعي احس انه لا لا منصور برضو سمعي حسي بصري سمعي منصور يحب يستمع لمشكلتك ويحب ايه الاحظ يسمع دائما يقول لك تعال طيب خلنا بس مره زبد لي لا مره زبد لي قال فضيلك انا كلامك صحيح لكن زي ما انت عارف يا محمود صار لازم يصبر مسيره الاعلاميه هذه صعبه فواز يا لكن محمود في اشياء كثيره تحدث ما تدري عنها قل لي يا محمود تفضل محمود يحب منصور يحب الناس تفضفض وين مره زبد لي قال وليد ماني فاضي لك انا منفس بليا ممتاز بس اذا كان رايق شكله كان شيء فوق السمعي ذاك اليوم معصب صار صاير بصير والله انا ما قد كرسني انا قد رفسني مره مين محمود تواهم والله هل تعتقد استاذ محمود ان اختبار الاخ فواز انه ينضم للجروب حقنا يعني بقى بالنجاح وبالفشل بقى بالفشل واضح جدا انه فشل لانه منسق شوي فالتنسيم ده مأثر عليه اتمنى له مستقبل زاهر لكنه فعلا واضح انه ما راح ينضم يعني شوف تنضم معنا تتحمل نتائج تجيك بكره شفت محمود يوم نام بين الديكور وبين هذا بين الديكور والمكيفات بين الديكور والمكيفات؟ ايه فاكر؟ ايه كان يستلزم ال طيب وشلون انا ابغى انضم لكم والله يا عيال صدق شلون؟ تفضل يا محمود احنا الانضمام لنا يمر بمراحل واختبار لان عمر مرحلتنا ما توصل لها الا انت تكون فعلا وصلت للمرحله الاخيره من الاستقرار النفسي عشان تبدا تحش او تبدا يعني انا الاختبارات اللي مريت فيها يعني وش انا مستمر احد الاختبارات اللي مريت فيها اني انا بين خشبتين بالديكور فعلا نمت وكان المطلوب اني انام في نهار وانام في ليل امر في التجربتين عشان نوع الحشرات يختلف في النهار وفي الليل صحيح فمرت علي جميع الحشرات في الليل او كنت والمطلوب ايضا انه كل ساعه ونص يجي احد يزعجني وانا اتحمل وابقى بالفراش بدون ما اندفع عليه نعم نجحت الحمد لله في الاختبار لا اندفعت الله يجزاك خير اختبار صعب كان اختبار مؤلم جسديا نفسيا فكريا عقليا جلديا لانه كان في قرص كثير كانت لحظات صعبه بالقرب من الثلاجه لكن نجحت الحمد لله في الاختبار اعتقد اول صفه يزن انا والله قطني بمكان انا فرقت ذا اختبار هو هي المسألة لا في النوم المسألة احتمال اختبارك يصير نفسي وليس جسدي هو لازم كل واحد يتخلى عن صفة أساسية فيه هذا تخلى عن الراحة وناب بمكان ما يستحق النوم أنت لا أعتقد أساتذتي محمود منصور أن أستاذ فواز يجب أن يتخلى عن صفة التعزيز يعني ما يقدر يمدح أي أحد أعتقد ذلك 72 ساعة تنام هذا 72 ساعة أنا جانب بالي أنا ضحيت بالترويشة هذا اكبر هذا اكبر من اختباره لانه كان يتروش باليوم ست مرات نعم فوجدنا انه ادمان ترويش ست لوشنات نعم ادمان ترويش فقلنا له وليد اختبارك ما تتروش مده سبع ساعات طيب يلا ها اتحداك بختبر انا بختبر كنسلته شوف اختبارك جلست ونجح بالاختبار نجح مده ثمان ساعات او سبع ساعات ما تروش نعم مع انه عانى معاناه كثيره ونفسيته تعبت وكان يومها مطبخ عليه احنا اخترنا يوم مطبخ ابو علي كان يبتعد دائما عن المطبخ ومحمد ال مسعود كمان كان يبعد عن المطبخ ما ندري ليش طيب انا اختبروني انا اختبروش اختبارك انك توقف قلت تعزيز قلت محمود بروح تروس قال هي اسمه برنامج حياتك مو برنامج نظافتك عرفت والله ما شاء الله الادمي ذا اكثر واحد يتروش ما شاء الله شكرا لكم توقف عن التعزيز اوكي هذه الصفه اللي يجب ان نتخلى عنها
كيف تقدر تحش قصدي تقدر انك يعني تنضم للمجموعة وانت اصلا دائما تعزز؟ ايه توقف عن التعزيز تماما مدة 72 ساعة ثلاث ايام لأي موقف حتى لو كان حفزك هذا الموقف للتشجيع. نعم ما تتكلم، واذا تكلمت تنعاد 72 ساعة من جديد. اوكي يلا نسوي تجربة. ما في تجربة يا حبيبي. الا تطلع حياة الواقع وحنا نرجع للكنترول خلال 72 ساعة نخرج شيء. الكاشف على كيف الاختبار. يلا صب لي. كيف انا اعلمك تعزيز؟ ترى 72 ساعة مو 3 دقائق. انا بعلمكم. لو انت تحسب انت تظن ان انتم شلون نختبر اختبار بدون اختبار؟ والله العظيم انكم احنا نراقبكم والله مجموعتكم انها انت تخضع. استاذ فواز استاذ فواز انت تخضع للرقابة من بعيد انت ما تدري ترى. تفضل اختبارك بدا انطلق في الساحه ثلاث ايام ما نشوفك تفضل ترى نراقب. اعطاني اكل اعطاني اكل اوكي. ذكرني بروايه الخيميائي ماني اذا بغيت بقوم راح اخذ اوكي بالله اوكي مره شوف يا سبوات ما اقنعني ما اقنعني نسينا ان نخبرك بشيء مهم جدا. انت اذا وصلت للمرحله هذه ما فيها تراجع. ادخل مرحلتكم ترى انا مستعد التراجع هنا لاي انجراف يعني نهايتك. انتم محسسيني اني رايح ايه ايه من فضاء ترى لا 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 امر كبير جدا معلش ما تتخ ما تتخيل لا تظن جروب الح جروب ال جروب لو سمحت شو اسم شو اسمك جروب اسمك انت لما خذيت هذا مني الشيء ورديت لي قلت لي لو ابغى خذيت من هناك. القوانين عندنا غير. تقول انا خذيته منك غصبا عنك غصبا عن خشمك. انت راح تجيبه غصبا عنك. انت جايني هنا عشان تجيبني اياه. انت هنا بخدمتي مو بخدمه غيري. عشان كذا لازم تمر بخدمتي. انت جدا لطيف ولا زلت جدا لطيف. لازم تظهر الشرير الذي بداخلك. اجل جروبكم هيمنه. نعم اسم الجروب استاذ محمود جروبنا موم استحاله موم موم اقتله منصور وليد محمود تفضل. اذا بغيت اسمك اذا بغيت حرفك ينضم استاذ فواز وريني لازم تظهر قسوتك. طيب شفني انا قاسي هذه اخذتها بس من عنك تسمع تاز. اوكي تاز. تسمع ولا ما تسمع؟ لا قل بعد ما اسمع كويس. لا اخطا اداؤه جدا ضعيف اخطا. ليه والله ما استغل الفرصه واكل الشيء يا عيال. ابدا ابدا كان والله خرجت الشر الذي بداخلي. استاذ استاذ فواز انت اظهرت قسوتك وتاكلها. كان باستطاعته يقول يا وليد اعطيني اياها. جايب لي هذه يا ماني قايل هذه بس صحيح انك جايبه غصب عنك وانك حتى مستواك ما يستاهل انك تقدم لي هالشيء. ليه استاذ لا عاد اشوف رقعت وجهك كذا مقنع مقنع جدا هذا اداء المقنع. طيب دقيقه يا عيال الحين كيف مره مره انت لطيف جدا لازلت لطيف مره. طيب كيف اصير يا اخي؟ ابغى اصير اقوى شرير. لا يا هذا عندنا احنا درس بعد الساعة 3 بالليل تحت الهواء. ليش دروسكم متأخرة جدا؟ تحت الهواء عشان ناخذ ملخص اليوم. تصير أحداث كثيرة. نخطط لأشياء كثيرة. سلام. لكن بمدة وجيزة. نعم. كل فينا واحد احنا نمثل ثلاثي هرم. هرم ايش؟ وش اسم هرمكم ذا؟ لا تتدخل لا فقع وجهك بالقهوة. هرم ايش؟ هرم ايش؟ وش يدور داخل الهرم؟ يدور. ايش مخططين الهرم؟ ما تدري. بس الانضمام لنا معروف انه صعب جدا. نعم. فاذا حبيت تنضم تنفذ اوامر الثلاثي. حابين نقول لك انه منصور القرني محمود العطوي. حابين نقول لك معلومة واحدة فقط عن هذا الهرم. هذا الثلاثي. هذا الثلاثي هو اللي جالس يمشي كل شيء في المنتجع. انتم الثلاثة انت تشوفنا بسطاء ساكتين ما تدري ايش قاعد يصير. كل شيء في المنتجع صغير كبير تافه حقير يمشي تحت توجيهات خفية او ظاهرة. طيب ايش رايكم اصير الملك؟ قبل هذا المثل انا اصير الملك. اعطيك مثال استاذ فواز.
يوم جاء احمد سعود وقال ايش عندكم؟ قلنا كلاكت. وقلنا روح سأل كنترول. لما راح سأل كنترول ما في كلاكت، المفروض انه يرجع لنا هنا. لكن الكنترول فهم احنا ايش نبغى. اوه حتى عندكم كنترول. الكنترول ارسلناه ليش؟ عشان يدخل الكنترول بدون اذن منظم ينخصم عليه. يو عندكم كشخه بعد، ايش رايك؟ طبعا ما ينخصم عليه، ينخصم عليه. غلطتك انت، ليش ما تفهمت انت؟ ما انت ما تدري ان احنا اخترنا المراكز الاولى من الان. صحيح، حتى فلوس المراكز الاولى قلنا لهم النص بالنص ولا ما راح تفوزون. نعم فوافقوا. يعني كذا نظامكم انتم عميق وغامض. وين الغموض؟ تعلمت كل شيء، ولا يمديك تتصور ولا تتوقع خططنا الجاية بعد 10 دقائق. انت لو تتخيل خططنا اللي بعد 10 دقائق استحالة تجلس وتاكل جبنة مع حاجة سودة من رشية نفط. شفتني؟ اختياراتك عادية. اقول والله اختياراتك يا استاذ فواز انك شرير. شرير مرة كويس، مرة شرير استاذ فواز، شرير من الطبقة خفيف. كان قلت ان بطلس شو اسمه استاذ فواز. اختياراتك ما تقدر تقول. استاذ فواز ما يقدر يقول. استاذ فواز احنا لازم بعد 77 يوم اكيد عارفين كل شخص في المنتج هنا من خلال اختياراته نقيم الشخص. احنا نشوف على السفره ايش ياكل ويمد يمد يده على ايش. عرفت كيف؟ بناء عليه اكتشفنا انه الجميع اختياراتهم بسيطه وماشيين جنب الحيط. لكن احنا الثلاثة مختلفين. ما يدري ايش الوجبات اللي تجينا. ايش تجيكم انت يا امور كثيرة وحلوة تصير في حياتكم هنا سببها واحد فينا. وانتم مساكين تحسبون حتى اسقاطات. معجون الاسنان اللي تفرش فيه اسنانك ذي اللي طالعة في وجهي في كل مكان برضو ما دخلت الا عن طريقنا. استاذ فواز امور اكبر.